تالا سمطان منتزه وطني بسلسلة جبال الريف شمالي المغرب، أسس سنة 2004 بهدف حماية بعض الأصناف النباتية والحيوانية النادرة بالمملكة، أهمها أشجار التنوب المغربي وحيوان الفضة. سنصطحبكم اليوم في رحلة بين جبال وغابات هذا المنتزه، مع تزويدكم بمعلومات ومعطيات طبيعية علمية عن هذه المنطقة حسب المصادر المكتوبة والمسموعة التي توصلنا إليها أثناء زيارتنا وتهيئتنا لهذا التقرير. تالا سمطان مصطلح أصله تالا سماط، وهو حسب الروايات الشفهية المحلية اسم مركب من كلمتين، تالا تعني العين وتسماط تعني الباردة، وهذا التعريف فيه خلاف كبير لكنه الشائع محليا والقريب للمنطق الجغرافي بالمنطقة. يشترك إقليم شفشاون وتطوان في جغرافيا المنتزه الوطني تالا سمطان الذي يمتد على مساحة 589 كيلومتر مربع عبر 6 جماعات ترابية، 4 منها تنتمي لإقليم شفشاون، وهي بابتازا، ترامبوت، تاسيفت، وجماعة بني دركول، وجماعتين ينتميان لإقليم تطوان وهما جماعة الواد وجماعة ولاد علي منصور. كما تدخل ضمن مجاله أجزاء من جماعة الحمراء تطوان وجماعة بني سلمان شفشاون. وقد أصبح منذ سنة 2006 جزءا من محمية المحيط الحيوي المتوسطية العابرة للقارات، والتي تم إنشاؤها في إطار برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو. تضاريس هذا المنتزه عبارة عن جبال كلسية تنتمي للمجال الجيولوجي الداخلي من سلسلة جبال الريف، وتتكون غالبا من الكلس والدولوميت، وهي صخور كربوناتية تساعد على رسم أشكال جيومورفولوجية باطنية وسطحية مميزة، حيث يشتهر هذا المنتزه بكثرة الظواهر الكارستية مثل الكهوف والمغارات والتجاويف السطحية والباطنية. يتراوح الارتفاع بجبال هذا المنتزه بين 1000 و2200 متر، وتعتبر قمم جبل الأقرع 2159 مترا وجبل تيسوكا 2122 مترا أعلى قمم الجزء الشاوني من المنتزه، في حين يعتبر جبل قلتي 2926 مترا وجبل علوين 2846 مترا أعلى قمم الجزء التطواني. وترتفع قمة تالا سمطان ب 1941 مترا، وهي الموجودة بقلب الجزء الشاوني من المنتزه الوطني الذي يحمل اسمها. كما يحتوي هذا المنتزه على العديد من القمم الجبلية، منها المعروفة وطنيا وأخرى لا يعرف أسماءها غير الساكنة المحلية فقط،
وفي زيارتنا الأخيرة للجزء الشاوني من المنتزه كانت لنا دردشة مع بعض شيوخ قرى الوسطيين من قبيلة بني سجل حول الأسماء المحلية لفجاج وقمم المنتزه. وفي ماشي القبيلة اللي نشوف ديك المطاع ديك غلطة جبيلة يقولوا بني زولان كاين الكبير يقول لي بحياة انا اسمه بها الجبل قول لي عندي فراس ايوا تبارك الله فين عاود ود البلاد انت من هنا مصيرا واقيلا اه من هنا نجيب هذا الجبل يقول الجبل لك راه هذيك الحافه القبله اللي بغات تكون مبرا الحافه ديالك القبله هذاك القبله اللي نصليو الجمعه هذا هذاك الموطا عليه يقولوا له بين الخنادق بين هذه الشاريه الجهه هذه يقول لها تيزي مزار انا نسميها لك من حتى تيزي مزار وهذاك اللي تما الخليع ياك جبل الخليع اه القليع القليع يبقى ولا الخليع القليع هذاك في القليع هذاك في جرافل الواد محل موطا يقولوا الساحل ديال ما يقولوا الخلاع. اه ايوه. من هاد الجهه اللي يقولوا خليعه. ايوه ما شاء الله. ايوه عمي. الله يهنيك. يلا سلام عليكم. تستوطن هذا المنتزه اكثر من 750 نوعا نباتيا، منها 11 نوعا من الاشجار الغابويه الرئيسيه، اهمها اشجار التنوب المعروفه باسم الشوح. والتي تصل مساحتها إلى أزيد من 3000 هكتار حيث تشكل سلسلة غابوية فريدة من نوعها بجميع أنحاء شمال إفريقيا. كما يستضيف منتزه طلسمطان حوالي 40 نوعا من الثدييات أبرزها القرد المغربي المعروف بمجو. ويضم هذا المنتزه 100 نوع من الطيور بما في ذلك بعض الطيور النادرة كالنسر الذهبي. أما الزواحف والبرمائيات فيصل عددها إلى 30 نوعا. ومن أشهر المعالم الطبيعية بالمنتزه الوطني طلسمطان نجد شلال أقشور ومنابع وادي الفردة وعين دانو ووادي القنار ومنابع القرار وغدير إفرطن وشلال إفحصى والعديد من الكهوف والمغارات أشهرها مغارة تخوبيت وكهف السياح إضافة للعديد من المعالم الطبيعية الأخرى التي يطول جردها وتستوجب تخصيص تقرير منفرد عنها وعن موقعها داخل هذا المنتزه العظيم. إن منتزه طلسمطان المنطقة الأجمل على الإطلاق بالمملكة المغربية والبيئة الأقرب لما نشاهده بجبال الألب الأوروبية هنا فقط بجبال الريف الغربي حيث تنهمر الشلالات وتنصدم أنثر الغابات وتتدفق أعذب العيون.